فضيلة الدكتور، في بداية هذه الفترة الرسول صلى الله عليه وسلم كان له في حياته مرحلتان، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. وفي بداية دعوته صلى الله عليه وسلم، لما كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث إليه أو أن ينزل عليه الملك، كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار بعيدا عما كانت تأتي به قريش من أفعال ومن مخالفات ومن أباطيل. فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ وبالدعوة وبالرسالة. كيف بدأت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مع قوم من المعروف عنهم أنهم كانوا يتعصبون لآلهتهم وأصنامهم وأوثانهم تعصبهم لأعراضهم؟ الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في بداية هذا اللقاء المبارك نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ قواتنا المسلحة بمناسبة أعياد انتصارات أكتوبر، وأن يحفظ هذا البلد قائدا وجندا ورجالا، وأن يديم الخير والنفع بإذاعة القرآن الكريم، وأن يعم الخير من مصر على الدنيا كلها. رسالة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل حياة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدرسة قيمية أخلاقية نتعلم منها كيف يكون الإنسان إنسانا، وكيف تتحول الأخلاق من مثل وقيم حالمة إلى واقع يعيشه الناس. حياة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تنقسم انقسامين كبيرين. الانقسام الأول ما قبل الأربعين، وعند الأربعين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ما قبل الأربعين له حال وما بعد الأربعين له حال آخر. الانقسام الثاني قبل هجرة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، المدة التي عاشها في مكة المكرمة، وبعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بأمر الله تبارك وتعالى إلى المدينة المنورة. فإذا سألت نفسك هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو في كل هذه المراحل من الناحية الإنسانية والأخلاقية والقيمية؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم خلقه على أكمل الأخلاق وأجمل الآداب. وما كانت شخصيته لتتغير صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم شخصيته بلغت القمة من الحسن والجمال والكمال، وليس فوق القمة قمة، لأن الله تبارك وتعالى صنعه على عينه ورباه وأدبه، قال له فإنك بأعيننا، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. حتى شهدت أمنا السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت شهادة أخلاقية، لأخلاق إذا أردت أن تسميها من ناحية المصدر فهي أخلاق ربانية، ومن ناحية التصرف بين الناس فهي أخلاق اجتماعية واقعية، ليست مجرد كلمات تقال وإنما حياة تعاش. حتى حضرتك لما نرجع لحديث سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما قالته أمنا خديجة عن أخلاقه، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كلها أخلاق تفاعلية مع المجتمع الذي يعيش فيه. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث لم يكن مختلط بهذا المجتمع، هذا الاختلاط الذي يحمل الإنسان أحيانا أن يقدم بعض التنازلات من قيمه وأخلاقه وما تعود عليه من الأداب مقابل الاندماج في هذا المجتمع، ولم يكن منعزلا عن المجتمع بمعنى أنه نأى بنفسه عن هذا المجتمع فعاد المجتمع أو عاداه المجتمع أو انعزل عن حركة الحياة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا ومؤثرا في المجتمع يتأثر به، لأنه كان يعمل فيه. حين كان في صبا كان يعمل راعيا، وحين بلغ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السن التي يبدأ يتدرب فيها على التجارة انتقل من الرعي إلى التجارة، وهذا هو التدرج الطبيعي في هذه البيئة في ذلك الوقت لأبناء الأكابر والأثرياء، وشارك حتى في بعض الحروب بل وفخر صلى الله عليه وسلم بذلك في حرب وفي صلح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترك في الحرب فكان يعد النبال والسهام لأعمامه وهم يرمون، وشهد في دار عبد الله بن جدعان حلفا اللي هو حلف الفضول، لو دعيت إليه في الإسلام سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أشاد به. إذن فالحبيب صلى الله عليه وسلم كان جزء من حركة الحياة داخل المجتمع، إلا أنه مع كونه جزء من حركة الحياة لم يتلوث بهذه المخالفات،
حتى لا يأتي من يدعي أنه لزاما عليه حتى يعيش ويندمج في مجتمع من المجتمعات أن يخالف خلقه ودينه وقواعده التي نشأ عليه. إذن فضيلة الدكتور، من خلال تناولكم لهذا الأمر حتى نسقطه على واقعنا، وبالنسبة لكل الأفراد والعموم الأفراد، أن على المسلم أن يصنع لنفسه سياجا يحمي به نفسه مما حوله من أراذل أو من آثام أو من معاصي قد يقع فيها الناس، أن يكون عندك من القيم الذاتية ومن الأخلاق السامية ما تستطيع أن تتفاعل به مع واقع الحياة دون أن تتنازل عن شيء من قيمك وأخلاقك. لا يطلب الناس منك أن تكون